السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات اخر العنقود. احنا فين؟ في سوق الخميس المطرية، رايحين عند مايكل النهاردة. بس هوريكم العنوان من فين، من عند نشأة بالظبط بتاع الفوط، وانت داخلة كده من عنده على طول عشان تعرفي العنوان بالمظبوط وهتركبي ايه وتروحي عند مايكل. رقم التليفون على الشاشة لو حابة تتواصلي مع مايكل، ونبتدي ونقول بسم الله. بنات كده معايا الشارع الهادي ده، ده كده بعيد عن السوق خالص، هو السوق في اخر الشارع اهو. تمام، انت لو ركبتي مترو تنزلي حلميه الزيتون وتركبي توك توك وينزلك عند السجل اللي مش هيقدر يخش اكتر من كده، اسالي على مول العمده. وبعد مول العمده في محل انا هصور عنده النهارده، وعماد اهو بتاع الملايات. تمام، عماد والشيخ مصطفى خزيم الاثنين قصاد بعض. هتمشي تديهم ظهرك وتمشي كده، هتخشي شمال. هوريكوا واحنا ماشيين دلوقتي مايكل فين. بصوا كده انا ماشيه، مايكل على ايدي الشمال اهو، اليافطه بتاعته باينه عليها مايكل، واليافطه صفرة ومكتوب عليها مايكل ومكتوب عليها رقم التليفون. مايكل بقى فين؟ قدام محل طياره، قدام محل طياره. وكبتي اي توك توك من قدام المترو بتاع حلميه الزيتون، قولوا له نزلني عند طياره بتاع قطع الغيار بتاعت التكاتك. كل التكاتك عارفينها عشان بيغيروا من عنده قطع الغيار بتاعت التكاتك. ده مايكل يا جماعه اهو، واليافطه اهي، ورقم تليفوني على اليافطه عشان ما حدش يقول لي ان انا دخلت محل غير محل. لا، رقم تليفوني على اليافطه اهوت، وهتلاقيه على الشاشه. تواصلي مع مايكل وقولي له اللي انت عاوزاه كله، والعنوان فين واتجاه والكلام ده كله. تمام، دي كده فوطه معايا بالظبط 50 في 120 سنتي، هي كانت ب 40 في الفيديوهات السابقه، بقت هنا دلوقتي عامل عليها خصم ب 35 جنيه. في كذا تطريزه منها، مش تطريز موحد يعني، في منها البامبا دي وفي الضوء وفي الوان كتيره جدا. تمام، ومعانا بشكير بقى الاحرام يا مايكل، عامل على بشكير الاحرام عرض، اللهم بارك على الطول 2 متر. متر في 2 متر. بصوا يا جماعه والله العظيم 3. مايكل بيقول لي في حد خده فصله برنس، استاذه خدته فصلته برنس. انا اقول لك كام فكره، وفي واحده خدته عملته خدديات، وفي واحده خدته قطعته فوط، عملت منه 4 فوط. 4 فوط اهي، 4 فوط بالطول ده 50 في متر، زي ما انا هعمل بالظبط. تمام، ده كده 4 فوط. تمام، الناس بقى اللي كانت معترضه ان هو يتفرش على السرير ويتفرش على الكنبه، احنا كنا بنقول كده ان في ناس فعلا خليته تتفرشوا على الكنبه وعلى السرير، مش احنا اللي قلنا، والله ناس خليته فرشته كده. تخجيل الاحرام، تعملي خدديات، تعملي هات يا مايكل، تعملي انا بس عايزه اوريهم الشغل، تعملي يا ستي خدديات، تعملي ملايه على السرير تحطيها على الكنبه، توجهي الاحرام وعامل عليها تخفيض النهارده بمناسبه عيد الاضحى. تمام، احنا مش قصدنا حاجه عشان انا ما بحبش الفتنه وكيل وقال. تمام، البشكير ده متر في 2 متر، عامل كام بقى يا مايكل؟ 55 جنيه بس، يعني اقل من حقه. الوزن بتاعه كام؟ اقل من ثمن الغزل كام؟ 55 جنيه، هو كان في الفيديوهات اللي قبل كده كانت 65 جنيه، بس الفكره عجبت مايكل ان الست خدته وعملته برنس، وانا عجبتني برضو الفكره دي. وبس كده انا عايزه اقول الكلمتين دول، ويا رب الحاجه بتاعت مايكل تكون عاجبتكم، ونبتدي كده مع بعض. ايه يا مايكل الاول؟ ايه اللي وصل لك من الفيديوهات لغايه دلوقتي؟ الحمد لله دي. تمام يعني؟ الاسعار ايه اخبارها؟ في حاجات عليت وفي حاجات نزلت. في حاجات نزلت وفي حاجات عليت؟ تمام، ربنا يبشرك بالخير. هنخش ونشوف التشكيل اللي عنده، بس نبدا من بره الاول. الفوطه المعليه دي بتاعت التواليت. حلوه قوي برده. تمام، ده وشها اهو. دي الواحدة بكام؟ 5 جنيه. دي بخمسة جنيه؟ والله حلوة بخمسة جنيه. تمام، ده كذا شكل، ده ظهرها والله قطن وجميلة قوي، هي خفيفة بس قطن. لا قطن ما فيهاش بوليستر. فرز أول. ده فرز أول ما شاء الله، بالعلية بتاعتها وتواليت. بس كلها أبيضيكة. ماشي، ده خمسة. شايفة حاجة هنا مطرزة، إيه دي؟ دي تواليت بتسعة. تواليته بتسعة جنيه، الخامة بتاعتها اتقل شوية. تمام، دي فوط مطبخ؟ فوط مطبخ بستة ونص. بستة جنيه ونص؟ دي كنزة شوية. مفيش الأعرض شوية اللي أنا خدتها منها؟ 50 في 50. تقريبا خلصت؟ ما شاء الله، اللهم بارك. طيب ماشي، دي بستة ونص، دي كده بتاعت المطبخ. أي في بشاكيرها برضو، المدام ماسكاها بخمسة وستين. تيجي تقلبي في الباسكت اللي بره، انا هركز لكم برده على الشغل، اللي اختفى هو جاب منه، وهنشوف الاسعار الجديده ايه.
بص بس بدايه كده هو عنده ملايات، عنده كوفرتات، عنده فوط بالكاس بتاعتها وبالباكت بتاعها، عنده اشكال الملايات اهي. الفوط بقى يا مايكل الجديده، عشان انا شايفه كده فوطه مرسوم عليها ريشه فجديده. بصوا الفوطه دي جديده، الشكل بتاعها الخامه بتاعتها محمله وتقيله. هنفرد ونشوف الاسعار مع مايكل ايه وكم في كام. هي مفيش الوانها دي يا مايكل؟ كل شكل بالوان، كل شكل بالوان. يعني دي في الوانها، في بامبا اهي منها، في بامبا منها اهي، وفي مبيتي تمام، والموف. يعني متهيألي اربع الوان بس ولا اكتر؟ كل شكل فيه اربع الوان، اربع الوان، اربع الوان من الشكل اللي هو ماسكه ده. تمام، ورينا كده بس الموف ده. الخامه بتاعتها تقيله ومحمله قوي. بكام دي يا مايكل؟ 40 جنيه بس. 40؟ فرز اول والشكل بالوان و40 جنيه. كام في كام؟ 50 في متر و10. 50 في متر و10. تعالوا بس كده ايه نجيب لكم البامبا منها. بصوا البامبا، بصوا البامبا وجمالها، بصوا النبيتي، النبيتي منها. بص بقى انا هقلب لك الدنيا عشان الناس تشوف اشكالها عامله ازاي، وخامتها جميله جدا. الشكل ده كده فيه منه اربع الوان. الشكل ده برضه كده احنا كده وصلنا لثلاثه. الرابع فين؟ ماشي، في شكل تاني يعني نفس المقاس؟ نفس المقاس، نفس المقاس. تعالى كده نورينا الجري ده، الجري ده حلو قوي. تعالوا نفرد كده، ده نفس المقاس اهو ب 40 جنيه. بصوا الشكل وجماله، الخامه بتاعتها تحفه. 50 في 110. بصوا بصوا، يا رب يكون واضح في الفيديو جمال الحاجه. التشكيل رائع، وتيجي بقى تشوفي الالوان اللي انت عاوزاها. وريني البامبا دي، البامبا دي في منها الوانها، دي جميله قوي قوي. دي الوانها فين؟ بصوا تحفه قوي دي، يا رب تكون واضحه. الله، الموف هتبقى واضحه اكتر. ايوه الموف واضحه اكتر، جميله. وايه الجميل ده؟ انت بتخش هنا تجيب حاجات كده مختفيه ليه؟ الجميله دي فين؟ دي للاسف خلصت، دي جديده خالص دي. تمام، ايه بقى ولا خلينا شويه؟ لا خلينا شويه، خلينا نشوقهم اكتر. ورينا ايه ده؟ ب 65 جنيه البشكير ده، ما فيهوش ديفوهات ولا اي حاجه يا مايكل؟ الله، خامته تقيله، اقسم بالله خامته تقيله. 65 جنيه عليه هو ابتدى رابطه، وكنت اقول لكم سلبه. تعرف يعني ايه سلبه؟ ولا تعرفوش؟ بس دوت الحبل بتاع الايه، بتاع المراكب، بلاش السلفه. شكل طيب من ابو 65 البشكير ده اللي عليها سحلفه، دي جميله برضو. دي الوش التاني عشان بيبقى السحلفه لون تاني. دي جميله اهي ب 65 جنيه البشكير القمر ده، ب 65 جنيه. جميل، ورينا الخامه زي اللي انا مسكتها، والله تقيله ومحمله ما شاء الله، اللهم بارك. جميله دي اشكال اهو. في ناس بتقول الوش ده قطيفة ما بينشفش، الوش ده مش قطيفة، ده قطن كبيرة زي دي كده، بس دخلت على سكينة اتحلقت. ايوه انا اعرف، انا اعرف كده، ده بشكير بحر، الرملة ما تلزقش فيه. ايوه صح، انا اعرف السكينة والكلام دوت، انا عرفته قبل كده. طب ورينا بقية التشكيل بتاع الفوط دي، احنا شوفناها، انا عايزة اشوف اشكال ما شفتهاش. بص يا بنات، مايكل جايب برانس للبحر وبرانس للحمام، بس على ما اعتقد ده للحمام مش للبحر، صح؟ يمشي الاثنين. بس دوت قطيفه صح؟ الوش بتاعه اللي بره محلوق يمشي. احنا مسمينه قطيفه، احنا مسمينه قطيفه، بس جامد. فرز اول حلو قوي على فكره، رجالي حلو قوي رجالي، ده يبقى تحفه، ده جميل جدا. بصوا لبسناه لمايكل، مايكل اهو يا جماعه، بصوا عشان تعرفوا انتوا جايين لمين. مايكل اهو، عشان ما حدش يقول لي انا رحت محل وحد قال لي ان انا مايكل، لا اعرفي شكله ورقم تليفونه وتواصلي معاه. ده كده البرنس لابسه مايكل اهو، ده هو مايكل لابسه مقاس اكس لارج. هو المقاس حلو، بس احنا كمان طوال، الايدين قصيره شويه، بس جميل. ما قلتلناش بقى السعر القمر ده بكام؟ 155 جنيه فقط. 155 جنيه البرنس ده، حلو قوي رجالي، حلوة قوي رجالي، تحفه. ومفيش الا اللون ده يا مايكل؟ مفيش الا اللون ده. بصوا الجمال ده، ده باكج اول مره يجيبها، باكج ست الوان. تمام، تواليت السعر مفاجئ، 95 جنيه بس. ده 95 جنيه 12 حته، 12 حته 12 من كل لون اثنين، ده بحسبهم ست حتت. لا 12، 12 حته و95 يعني جنيه، حته مش مكمله حتى 8 جنيه. 8 مش جنيه مكمله اصلا.
بجد حلو قوي 12 قطعه و95 جنيه جميله جدا دي. تمام. والمطبخ دي وبتاعه المطبخ دي اربع قطع اربع قطع تطريزه كبيره و 300 تصدير مش هتصدقوا 65 جنيه بس 65 جنيه اربع قطع بتاعه المطبخ شيف. الوان مختلفه مرسوم عليها شيف. تمام. احنا خلينا مايكل يجازف ويفتح لنا واحد يعني متبرشمه يا جماعه والله ومتقفله وخليته يفتح لي واحد شيف. ورينا بقى كده حجم الفوطه وشكلها. يلا يا بنات يا اختي عسله وحاطين كلفه كمان ومظبطين الدنيا وعليها تطريز والشيف والكلفه اهي ونجمه واتنين ستراس حلوه قوي يا عريسي دي 65 جنيه الاربعه. تمام. والوان مختلفه اهي والعلب اهي شكلها ومتبرشمه. نيجي بقى على التقيل اللي الكل مستنيه. الكل مستني الشغل الجديد اللي عند مايكل، الحاجه الجامده اللي عند مايكل، الشغل اللي انا خدت منه وبعد ما خدت منه جاب هو اشكال جديده. طب الواحد يشتري ايه ولا ايه منك؟ قول لي. انا مش لسه واخده منك الاسبوع اللي فات فوط غير كده؟ بتجيب المره دي فوط مختلفه يعني الواحد يعمل ايه؟ يعمل ايه في القمر دي؟ يعمل ايه؟ بصوا تحسوا ان هنا في بيه داخل فيها. بصوا الجمال شكلها تحفه. الخامه جميله. المقاس 60 في 100 في 120 والشكل بالوانه. بص بقى انا هتعبك، انا لازم افرد الوانه عشان الناس كلها تستمتع معايا في الوانها دي. بصوا بصوا الجمل، بصوا الشكل بقى بتاع القمر دي، ده لون بامبا في نبيتي في شغل كده عامل زي الموج. تمام. ورينا الاوف وايت في رسمه تاني، استنونا وحطش لايك. بصوا الرسمه الاوف وايت دي، انا عايزه برضو ابين لكم حاجه ان هنا رسمه اوف وايت اهي بالشغل ده. تمام. هتمشي كده في شغل في الفوطه نفسه زي موجه او حروف، مفيش اي شغل في الكنار من تحت. بس هوريكم الوان دي واوريكم شكل تاني في شغل جامد. احنا ورينا تلات الوان، الرابع اهو، الرابع اللي هو الجراي. بصوا معايا كده اللون بقى الجراي القمر ده برضو جميل، يعني قدامك كذا شكل بكذا مقاس مختلفين روعه. كده احنا خلصنا اربع الوان بتوع الشكل ده. بص بقى الشكل ده، استناني بقى استناني خلي الناس يعني بص تمل عينها. يعني بصوا بقى الجمال، هي دي اللي بقول لكم عليها. الكنار هنا عندي 8 اشكال منها، الشكل بالوانه، الشكل بالوانه. بصوا فيها كنار من هنا، هو ده اللي انا حابه ابينه لكم، فيها كنار من هنا اهو. تمام. وفيها كنار من هنا، دي اللون البامبا. في منها الوان ايه تاني يا مايكل؟ في منها الالوان دي اللون الفستقي اللون الرمادي، مش ضروري تفرد دي خلاص، هم عرفوا انها كنار تحت وكنار فوق لحسن. هبعدل لك الدنيا كده. طب خلاص انت اللي عايز تطبق بقى، انا ماليش دعوه. تمام. يعني الموديلات دي كلها تركي لكن مش الخامه تركي، عشان نبقى كلنا متفقين. بصوا جمال الاوف وايت، الرسمة برضو واضحة، تخيلي كده شكل الرسمة وهي محطوطة بقى في العلبة يا جمالها. احنا متفقين ان الرسمة دي 60 في 120. احنا دلوقتي فردنا منها تلات الوان كده، الرابع بقى الفستقي. اه اكيد ده اللون ده اصلا ما يتسابش، يعني بجد ما يتسابش. بصوا الجمال، بصوا الرسمة باينة في الفستقي قوي. بصوا اهي الرسمة اهي، بصوا جمالها. واجي الكنار برضو من اخر الفوطه. السعر بقى كام؟ 55 جنيه بس. 55 جنيه فرزه اول ب 55 جنيه الشكل بالوانه. طب احنا دلوقتي فردنا شكلين، فردنا الشكل ده وفردنا الشكل اللي هو تحت ده، ده شكل مختلف برده تاني خالص ما شاء الله. طب خلاص بقى افرد لنا حاجه تكون واضحه في دول، يعني مثلا الفستقي برده هي اوضح هي والبامبا، ونقول الوانها ايه؟ ماشي لو فوت. لا الفستقي باينه باينه حتى الشغل ده، هوريكم انا الشغل ده. تحس ان هو الله ده محطوطه ما شاء الله. بصوا يا بنات فيها كنار من تحت وفيها زي بيه اهو، شايفين؟ حلو قوي ده. وفيها زي بيه بس هو مش بيه، بس هو خياطه كده مع الشغل ده، شغلها رقيق جدا. ده شكل الرسمه بتاعتها من على الفوطه من النص، معاكم اللون الفستقي ده عشان ما نطولش معاكم في الفيديو، ومعاكم اللون الاوف وايت من نفس الرسمه دي عشان الراجل ده ما يتعبش ومش كل شويه يطبق. وفي لون جراي وفي لون بامبا، يبقى اربع الوان. يبقى احنا كده وصلنا لثلاث اشكال. اني رابع شكل؟ الشكل ده رابع شكل. طب ما تمام، اطلع لنا البامبا يا مايكل بعد اذنك. تمام.
حلو قوي برضو رقيق. بقيت ابص انا على الكنار دلوقتي، بصوا فيها فتافيت سكر او عش النمل زي ما تسموه. بصوا دي الكنار بتاعها بس كده، بس حاجه رقيقه قوي بالنسبه اللي بتحب الرقه. بس برضو الخامه بتاعتها جميله، ممكن تنشفي في الجزء ده برضو، مش خشن ولا حاجه خالص. الوانها ايه؟ اللون البامبا، اللون البصلي، اللون النبيتي، اللون الجري، برضو اربع الوان ما شاء الله. وفيها يبقى 1 2 3 4 5 6، يعني الديزاين ده في منه 6 الوان، يعني انت هتعملي منه احلى علبه للعروسه. تركزي معايا، في منه لون الكشمير تمام، وفي منه اللون النبيتي واللون الجراي والبامبا واللون الاوف وايت واللون الفستقي. تعملي اربع بتاع علبه فوت ملهاش حل، فيها 6 الوان مختلفين برسمه واحده، برسمه واحده، الرسمه اللي احنا لسه موريها لكم دلوقتي. تمام. ايه تاني؟ الشكل، اشكال ورا اهي. تمام. فين هي؟ ده من بقيه الاشكال. احنا كده وصلنا لكام شكل هناك؟ 4 4 4 4. طيب 4 اشكال هناك واربع اشكال هنا. ال4 اشكال اللي عايزين بقى الشكل الخامس، هو بيقول لي فيه 8 اشكال نازلين جداد. الشكل الخامس ما شاء الله برضو ليها كنار من هنا. بقيت اركز اهو معاكوا على الكنارات والشكل بتاعها اهو. طب الاوف وايت دي نازل منها ايه؟ بيبي بلو. تمام. الاوف وايت بيبي بلو والجراي واللون ده معاها ولا لا؟ لا ده تبع، لا ده انا اخدته المره اللي فاتت. تمام. دي معاها؟ اه دي معاها. تمام. يبقى بيبي بلو، امسك كده، امسك كده يا مالكن. والاوف وايت امسك كده معلش، ها انا همسكك بقى عشان ايه هم يشوفوا الالوان على بعضيها. ايوه كده. نمسك دي كمان معاهم ما شاء الله. دي برضو الوانها 6 يا مايكل، يا شيخ. بصوا يا بنات كده معايا، لون ايه؟ لون الجراي، البيبي بلو، اللون الاوف وايت، اللون الايه ده البطيخي، البامبا، لون ده ايه؟ بصلي فاتح قوي صح، لون فستقي، لون نبيتي، لون كشمير. اسمح لي افتح النبيتي لانها بتتكلم، معلش. لا النبيتي يا مايكل روعه، بصوا جمالها. واحلى حاجه في الشغل ان الخامه دي تحس انها حرير، ما بتخربش ولا حاجه. اه كنت لسه هقول عامله زي القطيفه، لا طلعت حرير جميله جدا. بصوا الرسمه اهي بتاعه الفوطه، ده الشكل بتاعها من عند الكنار. احنا قلنا كام لون؟ ادي 1 معاك، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 الوان. حابه تاخدي 9، حابه تاخدي 6 تحطيهم في علبه، انت حره. في ايه شكل سادس بقى؟ احنا قلنا 8 اشكال، احنا دخلنا على 5، فين السادس؟ اه الشكل ده الريشه دوت برضو، يعني الاشكال دي بتبقى تركي، لكن الخامه عادي مصري قطن 100%، والخامه تحفه 60 في 120، كل ده ب 55 جنيه لغايه دلوقتي. 50 والشكل بالوان مش بواقي بالله يا جماعه، ركزوا في الله. الشكل بالوانه مش بواقي، يعني هو جايب لك الشكل بالوانه فعلا مش بواقي. ده الرسمه، بصوا دي فيها خيط طالع منها اهو، مش محدش يقول لي ده فيها غلطات، لا هي منها فيها كده، هي الرسمه بتاعتها كده. في البامبا، في الاوف وايت، في البيبي بلو برده، في الفستقي، بس الفستقي جامد، في الفستقي، في الكشمير، في الرمادي. تمام كده خلصنا خلاص الالوان بتاعه الرسمه دي. السبعه بقى دي رقم 7. تمام. دي حلوه برده اهي، اهو جايب لكم تشكيل كامل اهو. بس كملوا الفيديو لغايه الاخر وحطوا لايك، ولو ما اشتركتيش في قناتي اعملي سبسكرايب للقناه ودوسي على الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله من اشعاراتي. ده كده ب 55 جنيه، 60 في 120. دي الوانها برضو، لون الكشمير اللي مع مايكل، واللون البيبي بلو، والجري، واللون النبيتي، واللون فستقي، واللون البامبا، واللون النبيتي، واللون اوف وايت. تمام كده خلصنا الوانها. لا لسه في منها بصلي، في لسه منها بصلي، احنا قلنا الكشمير. تمام. في بقى اخر موديل، ده اخر موديل ورا قدام برضو كنارات. هو ده مش ده اللي انا خدت منه؟ اه ده اللي انا خدت منه السوق الخميس اللي فات بالظبط. حاجه كده جامده محترمه، جميله جدا، جديده تحفه. دي الرسمه بتاعته من النص، في كنار رفيع من هنا
ده ب 55 جنيه الفوطه برده 60 في 120. الوانها الوانها نبيتي. طب تعالى نجمع الوانهم بدل ما نقول لهم. بصوا يا بنات عشان برده ما نطولش عليكم لان لسه كده ما خلصناش الفيديو والفوط. عندك لون كشمير نبيتي فستقي موف بيبي بلو. لون كشمير برده درجه ثانيه ولا هو نفس الدرجه؟ يبقى انت حاطط اثنين كشمير. لا نفس الدرجه. بيبي بلو اتقل شويه في الدرجه. دلوقتي بامبا ولون سيمون. دي الالوان بتاعه الرسمه دي. وكده وصلنا للثمان اشكال في المقاس ده اللي هو 60 في 120 ب 55 جنيه. بصوا يا بنات المقاسات الصغيره من الفوط دي اهي وصلت الحمد لله رب العالمين بكميات. مش هقول لك ان هو جاب وخلاص خلصه، لا الحمد لله جاب تاني اهو وبكميات وبالوان مختلفه زي ما انت عاوزه بالظبط. تمام. الفوط اللي انا قلت لكم قبل كده تعملوها في علب مقاسها برده هوريها لكم، بس للاسف سعرها زاد 2 جنيه ونص في الحجم ده. كانت ب 20 دلوقتي بقت ب 22 ونص. وركزي شويه معايا في الاشكال بتاعتها. انا هفرد واحده بس والباقي هصورهولك وهو متطبق. الشكل ده اكيد كلكم فاكرينه وعارفينه. المقاس بتاعها كام في كام يا مايكل؟ 40 في 70. طب نشوف بقى التطريز وهو متطبق كده. ده نفس التطريز اللي مايكل صوره. بصوا في تطريز تاني مختلف على الابيض، في تطريز مختلف على الابيض والبامبا على الكحلي. كل ماده التطريز بيختلف على كل رسمه مختلفه عن الثانيه. تمام. كل دي كده رسومات مختلفه عن بعضيها خالص. تيجي وتشوفي اللي عنده ايه. اديني قلتلك الحاجه موجوده موجوده النهارده الخميس. هحاول انزله لكم اول فيديو عشان لو حابه تجيله بكره ولا حاجه تلاقي الشغل ملحقش يخلص، عشان هو بسم الله ما شاء الله بيخلص بسرعه جدا. خلاص خلصنا كده المقاس الصغير، نخش بقى على المقاسات اللي كان الجزء ده كله كان فاضي خلاص الحمد لله رب العالمين ملاه وجابه تاني. اسكان بشكير ولا اسكان فوطه مقاس 50 في متر ولا اسكان حاجات جديده، بس تابعوني. وبس الاسعار للاسف غليت ونفس الماركه بتاعه الفوطه اللي فاتت بالظبط. تمام. ونبتدي كده نشوف البشاكير اللي عندك بتطريزها بالظبط. التطريز بتاعه البشاكير اللي عندك ده البشكير كام في كام؟ كان 90 في 150 صح؟ ايوه كان 90 في 150. ده كان ب 85 في الفيديو اللي قبل كده. النهارده في فرق اسعار. طب خلاص الاسعار مفاجاه يا جماعه مع مايكل، مش هقول لكم السعر ايه بعد ما غني. ده البشكير بس خامته اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك على اللي خده ما شاء الله. هو جابه لكم تاني اهو بتطريزه. عندك اللون دوت بالتطريز بتاعه، عندك الكحلي اللون الفواتح بتطريزات مختلفه، عندك اللون الفواتح برده ده بامبا دي فوت بقى صح. يعني بقى البشاكير الثلاثه دولت مع دول. في مبيتي اهو، في اوف وايت. بصي تطريز تحفة تطريز. مفيش الفرزاتش اللي كنت جايبه في البشكير كان كنارين. اللهم بارك ربنا يبارك للي خدته بقى ما شاء الله. يعني ده كده البشاكير اهي اللي كانت قبل كده ب 85 بس السعر دلوقتي مع مايكل مفاجأة. بصوا يا بنات هي بالنسبة للأسعار عليت في البشاكير والفوط والأسعار مع مايكل. تمام. عشان في ناس بياخدوا بالجمله من مايكل وزعلانين الاسعار بتتقال في الفيديو، فانا احتراما ليهم مش هقول. تمام. انا الناس اللي تبعي انا اقول لهم عادي. الناس اللي عايزه تاخد من مايكل تيجي هنا وتشوف الشغل عند مايكل وبكام. ده انت حطيت له كمان ورقه من جوه ومظبطه. لا افرد لي ده التطريز بتاعه جميل قوي، التطريز بتاعه جامد وجميل قوي. لا وجايب ورقته من جوه ومتطبق والراجل واخد وضعه كده في الرصه وزي الفل. اللهم بارك. شكل التطريزه اسلامي تحفه، الخامه تحفه. بصوا اللون البصلي ده تحفه، الرسمه بتاعته اهي. دي مقاسات الفوطه، تعالى نفردهم فوطه واحده بس عشان نقدر نكمل. بصوا مايكل بيقول لي حاجه ورا الكاميرا هقول لكم عليها. انا بصيت له بصه فافتكرت ان انا عندي فوطه برده عملت كده معاها ما جراش حاجه، كان جايه لي من السعوديه. بصوا التطريز ده والفوطه مقاس 50 في متر صح؟ 50 في 90. 50 في 90 بالظبط. تمام. مايكل كان بيقول لي كده دعاء بقى ورا الفيديو، كان بيقول لي اي لون غامق من دول لو دخلت معاه الابيض وغسلتيه مش هيبهت الابيض عليه لان اللون ثابت. فبصيت له وسرحت افتكرت ان انا كان عندي لون فوطه عنابي كانت
الله يمسيه بالخير بقى. جوز اختي هيجيبها لي من السعوديه فوطه مع البشكير، مع فوطه صغيره مع فوطه تواليت الطقم اهو. بص ماما بيشاور لي، والله كان جاي لي كده بنفس اللفه دي، كان جاي لي من السعوديه، جوز اختي كان جايبها لي الله يمسيه بالخير. بصوا اللفه اهي بالنسبه للناس كانت طالباها مني اهي، جت تاني التواليت فوطه كام 50 في 90، البشكير اللي هو 90 في 150. الثلاثه دول مش هقول سعرهم عشان ما تبصليش، انت حر، هم هيتواصلوا معايا، لان فعلا في ناس زعلت والله العظيم ثلاثه ما على حاجه، بس في ناس زعلت لانها خدت كميات وزعلانين عشان الاسعار اللي بقولها في الفيديو. عايز اشوف بقى البرانس بتاعه البحر اللي انت هبني بيها دي، يعني جايب شغل برانس جديد قوي جميل، عباره عن يعني حاجه تتلبس كده زي جيب بيتلف على الوسط، وممكن تحطيه على الكتف، ممكن تحطيه على رجليكي وانت قاعده على البلاج، ليه كذا حاجه. بصوا بقى البشكير اللي معايا القمر ده كده متطرز اهو زي ما انتم شايفين، ملناش دعوه بالتطريز، المهم ان هو بتاع بلاش، في استك من هنا اهو زي ما انتم شايفين، ده بيتلف على الوسط زي كده، وفي سكوتش اهي تلفيها كده وتروحي قافلاها. ايه رايكم؟ ده كده البشكير، وممكن بقى ترفعيه وتعمليه كده برضو يبقى وانت طالعه من البحر، وممكن تحطيه على كتفك كده وانت طالعه من البحر، حطيه على رجلك اللي انت عاوزاه. البشكير بقى ده او الفرنس ده بكام؟ بالميزان، يعني تاخدي قطعه تاخدي قطعتين حطيهم على الميزان وتشوفيهم هيقطعوا قد ايه. الكيلو بكام؟ هقول بقى انا الكيلو بكام يا مايكل، معلش الكيلو ب 120 جنيه، ب 120 جنيه تحطي دي كده على الميزان زي ما توزن. دي كده معانا شكل، في شكل ثاني انا عاجبني ده قوي، بصوا معاها البوني بتاعها بالفيونكة، شكلها شيك خالص، ومعاها برضو البشكير، بس دي عبارة عن جيب، عبارة عن جيب اهي بتاعت طفلة صغيرة بالفيونكة وبشكير تلبسه وتقعد على البحر، عايز طفلة صغيرة بالظبط. ده معاها البوني بتاعها، اي حاجة من دي حطيها على الميزان، تاخدي قطعة تاخدي اتنين تاخدي تلاتة على حسب ما انت تاخدي، وتحطي على الميزان وتشوفي بكام. انا قلت لمايكل يعني لو خدت قطعة واحدة هشوفها على الميزان بكام، قال لي ايوه هتلاقيها برضو على الميزان بكام. ده السكوتش اللي تقفلي، فعنده اشكال وكميات كتيره جدا منها. كل دي كده البرانس اللي انا بقول لكم عليها دي دلوقتي باشكالها بالوانها، وكل حاجه ليها وزن، يعني مش كلها وزن واحد، لا في وزن خفيف وفي وزن تقيل، فخلي بالكم من الحته دي. الفوط بقى الوانها ايه؟ ده البصلي، ده البامبا، ده الكافيه، في عندك الابيض، في عندك اللون الكحلي اللي مش عند حد القمر ده، ابين لكم الشكل اهو اللون الكحلي، في اوف وايت تاني رسمه تانيه خالص، حلو قوي الرسمه دي جميله، في نبيتي، في بامبا، كافيه، كحلي، كلها مختلفة رسومات، قصدي التطريز ده بيبقى مختلف، في اللون الموف الغامق ده جميل جدا، في لونين مختلفين زي ما تقول ان ده بتنجاني وده موف غامق، اهم لونين مختلفين، وفي لون رمادي، في لون الجنزاني، في لون نبيتي برضو بتطريز مختلف، بامبا، البشاكير باحجامها 90 في 150. تعالوا بقى نشوفوا الجنب التاني، الفوط الجديدة دي بكام؟ بصوا الفوطة دي مقاسها كبيرة، دي 60 في كام؟ في 140؟ دي نص بشكير، بس دي كده 60؟ 35 بالظبط، 65؟ في 135 بالظبط، نص بشكير، نص بشكير، يعني هي اقل من نص بشكير، 5 سم من هنا و5 سم من هنا، دي في جميع الوانها، برده الظهر قطيفه والوش قطن، بس هو ما عندوش حاجه اسمها قطيفه، عنده حاجه اسمها سكينه محلوقه، فتحس انها قطن شويه، الشكل ده حلو قوي اصلا. عايز اوضح توضيح؟ اتفضل. الفوط القديمه اللي في بيتنا اللي هي القطن، اول ما بتقدم خالص كده بتحس ان هي نعمت خالص. ايوه ايوه، هي الطبقه دي شبيهه بيها، شبيهه بيها بس مش بالظبط والنبي، عشان المصطلح مش هيوصل لهم كده، هم قايلين عليها قطيفه، والله كل الناس طلع عليها قطيفه مش هيعرفوا السكينه المحلوقه دي. ماشي، اللون البيبي بلو واللون النبيتي، دي الشكل اللي معاك ولا شكله مختلف؟ نفس الشكل، بس النبيتي سبحان الله ظاهر فيه جدا الشكل، النبيتي ظاهر فيه جدا الشكل. بصوا في لون فستقي، بيبي بلو تاني، لون سيمون، لون فستقي، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع الوان من الشكل ده، اربع الوان، وفي اوف وايت اهو، يبقى خمس الوان تمام. وقلنا احنا على الشكل ده وقلنا على ده، ما قلناش على البرانس بقى القمر بتاعة الاطفال. دي برانس كلها قطن 100% تصدير،
معالجه ضد البكتيريا والريح وبعلقات من مقاس بقولي. تمام. 4 و6 8 خلص للاسف. يعني عندك 4 سنين و6 سنين فقط لغي مقاس 4 ومقاس 6 بس اللي عنده. وكله معالج ضد البكتيريا والروائح. تمام. بكام بقى القمر ده؟ ده السعر مفاجأة برضه. السعر مفاجأة؟ مش عايز يقول السعر مفاجأة. وعنده فوط دي فيها 4 فوط صح؟ العلبة دي فيها 4 فوط. كان عندك بشاكير كده خدناها خلصت يا مايكل؟ اللي كانت في العلبة. لا اللي في العلبة اللي كانت كلها مليانة هنا. موجودة؟ طب تعالى نشوف. مايكل أنا عايزة أوريهم القمر ده بكام؟ القمر دي تحفة، دي مكسرة الدنيا. شايفينها؟ استنى نشيل دي. هم بتبقى امسك يا مايكل، بتبقى 3 فوط بالظبط على مجسمات دي، ومعاهم اللعبة القمر دي. العلبة بص ظلمها، هي العلبة كبيرة واللعبة كبيرة مش صغيرة. محدش يقول لي ده اللعبة صغيرة أوي، لا اللعبة كبيرة وأشكال مختلفة اهي. وعنده كميات وأسعارها على فكرة عالية جدا في أماكن كتيرة جدا. بص القمرة دي قمر قمر قمر. بص الفيل ده، بص الفيل ده جميل جدا برضو. بصوا ده فيل أبو زلومة شكل مش عارفه ايه. دي البطوطه دي حلوه قوي، دي جميله قوي قوي. بصوا الفيل ده تحفه، ده دي تحفه كده. العلب دي ملهاش حل. دي 3 فوط اطفال ومعاهم اللعبه بتاعتها. السعر بقى بتاع دي بالذات مفاجاه المفاجآت. انا ذهلت لما عرفت السعر ده. بصوا يا بنات الشغل اللي عند مايكل من الاخر والله العظيم بجد، هو مش عند حد يعني بجد. انا صورت عند ناس كتير ما عندهمش الشغل ده. يعني احلى حاجه في الموضوع انا بصور عند ناس بتبقى منفرده عن ناس، يعني كل واحد بيبقى منفرد عن الشغل بتاعه، بس فعلا الشغل ده مش عند اي حد. فتابعونا، احنا ما زلنا عند مايكل، وتعالوا هنا في سوق الخميس المطريه، وفاتح كل يوم ما عدا يوم الاحد صح كده. والقمر دي ما تتسابش. بصوا يا بنات كده معانا بورنوس عند مايكل، لسه جايبه اهو جديد بالوانه، في لون بامبا مع اصفر، في اوف وايت مع اصفر. المهم ان هو لونين مختلفين. البورنوس ده كام قطعه؟ طب هو ما يعرفش كام قطعه، وانا عماله ابص على العلبه فيه كام قطعه مش عارفه. المهم ان ده بورنوس، بس باين ان في فوطه اهي في النص. ايوه في فوطه اهي في النص برده. فده بورنوسين وفوطه اهي، اكيد في شبشبين تحتيهم. ده كده ب 350 جنيه. اه اللي هاف ده والشين. اه كيسين المخده ب 465 بس. 465 والشين، ومعاه كيسين مخده اللي هما خداديتين دول. تمام. بكم؟ 465 بس. 465 والشين. لا والشين ايه؟ والشين اسلامي ومختلفين. وش دي كيس المخده بتاعته؟ ده هو والشين. وش على كشمير ووش على موف. القماشه دي عمريه. دي اللي حافة عامل كام ده؟ ب 295 بس. ب 295 كبير؟ ده أطفال؟ الأطفال ده بكام؟ الأطفال ده مو؟ الواحد يعني ب 295. الواحد ب 295. دي رسمة الأطفال بس إيه؟ بس الحاف كبير. ب 295. 295 قماشة عمرية. عمرية. مش هكدب عليكم، 295 اللي حاف الكبير. حلو قوي السعر ده. في عنده بطاطين لسه جايبها. نسأله الأسعار كام ونقفل الفيديو على كده. ومعلش أنا أسفل الفيديو طال، بس جبت لكم كل التشكيل اللي عند مايكل في المحل. ما شاء الله. ده دي بطانية كده 5 كيلو، بس أنا مركزة في الشكل وحفرها. شايفين الحفر دي كده 5 كيلو. سعرها فعلا حلو جدا. عنده 5 وعنده 3 وعنده 8 كيلو. لف الناحية التانية كده، الوش زي الظهر. بصوا أيوة وقفوها كده، دي جميلة قوي كده. الحفر بتاعها باين، الطابلو بتاعها باين، شكلها تحفة. دي الخمسة كيلو تمام كده، شكلها جميل قوي. بصوا دي التلاتة كيلو، دي التلاتة كيلو. بصوا الحفر بتاعها يعني جميلة جدا. عندهم اشكال منها يعني مش شكل واحد. ابعتوله على الواتساب ويبعت لكم الاشكال ويقول لكم الاسعار. الراجل بيرد على كل الناس، بس تتواصلوا معايا على الرقم اللي على الفيديو. دي جميلة، دي التلاتة كيلو. دي على فكرة وش واحد بس، مش وش وضهر. بصوا يا بنات هو عنده كوفرتات اهي، دي كوفرتات، وعنده كوفرتات بيكا، يعني عنده حاجات كتيره جدا تقدري تتابعي معاه. وعنده الملايات بتاعت الاطفال دي والكبير المتطرز، دي اطفال. وعنده السري دي بعلبتها، عنده برانس، عنده كمان اهو اللي متطرز في العلبه بتاعتها.
وعنده الفوط دي احنا صورناها قبل كده، دي بالظبط 4 فوط في علبه. عنده 3 دي اطفال برده في العلب بتاعتها. ممكن تتواصلي معاه بقى على الواتساب وتقولي له الاسعار ايه وهو هيقول لك الاسعار، ولو حابه تشحنه هو عنده شحن على فكره جميع المحافظات. ونقفل الفيديو على كده يا مايكل. وعايز تقول حاجه تاني؟ شكرا. العفو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.